خطيبنا لين بيتي يفاجئها بهدية. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع ريما الأسطى اللي تفاعلت بستوري على صفحتها بالإنستغرام عم ترد على أشخاص اللي سألوها هل هي مرتبطة. هذا أكتر سؤال إجاني. ريما، هل أنتي خاطبة، متجوزة، في حدا بحياتك، بتحبي حدا؟ حجاوبكن على كل هدول الأسئلة بجواب واحد. أنا مالي لا مرتبطة ولا خاطبة ولا متجوزة ولا في حدا بحياتي، وعايشة لحالي وجدا جدا سعيدة. تمام؟ طمنتوا هلا علي. نمر إلى لين أبو شعر اللي تفاعلت على جروب الإنستغرام. امبارح كانت عم تختار عربايا للبيبي، فكريم اختار عربايا سودا وهي اختارت عربايا بيضة مشان تليق بملابسها، والتصويت الجمهور كان لصالح لين اللي اختاروا كمان عربايا بيضة. نمر إلى خطيب نارين بيوتي اللي قام بنشر ستوري على صفحته بالإنستغرام لهدية كانت إسوارة من كارتي. الجمهور بيتوقع إنه هاي الإسوارة راح تكون هدية لنارين، وهذا التوقع جاء من بعد ما شاف الجمهور اهتمام الكبير اللي عم يبدأ خطيب نارين بيوتي بها، خصوصا في عيد ميلادها حيث أقام لها أكبر احتفال في السوشيال ميديا، وكان عم يهتم بأدق التفاصيل إنه غطى كل الصحراء بالسجاد لأنه نارين كانت عم تخاف من الأفاعي.